لندخل في صلب الموضوع مباشرة، نحن هنا لمراجعة مسار عربي قيمته 300 دولار للحديث عن الإيجابيات والسلبيات، وأهم شيء للإجابة على كل أسئلتكم. إذا كنت تفكر بالانضمام للمسار أنصحك بمشاهدة هذا الفيديو أولا. توجد هدية للمتابعين في آخر الفيديو، تابعونا. المساق عنوانه دورة بايثون من أكاديمية حاسوب، موضوعه لغة البرمجة بايثون، مضمونه محتوى تعليمي أكاديمي مرئي بالإضافة إلى شهادة إلكترونية معتمدة لدى حاسوب وشركائها. هل هو فعلا يستحق؟ باختصار نعم، ولكن الأمر يتوقف على التالي: هل أحتاج معرفة مسبقة بالبرمجة؟ لا، الدورة تبدأ معك من الصفر، ولست بحاجة أيضا إلى إتقان اللغة الإنجليزية لأن الدورة بلغة عربية فصيحة، وطبعا تتطرق لشرح أهم المصطلحات الإنجليزية الشائعة في مجال البرمجة. درجة الصعوبة: لأنها تبدأ معك من الصفر فمن المتوقع أنها تحترم أدنى معايير البساطة. نعم ذلك صحيح، إلا أنها تأخذك عبر 5 مستويات، حيث مع تقدمك تزداد درجة الصعوبة والتحدي. ماذا عن العمر؟ بالنسبة للفئة العمرية فإنه حسب آخر اختبارات الأكاديمية الدورة قابلة للدراسة ابتداء من عمر 14 سنة، مما يجعلها مناسبة للشباب، وحسب رأيي مناسبة أيضا للمقبلين على سوق الشغل. محتوى الدورة كما قلت سابقا هي عبارة عن 5 أقسام. المستوى الأول عن الأساسيات، وهو عبارة عن مدخل شامل للغة بايثون، كل الأساسيات التي يحتاجها المبتدئ وأكثر، بدءا بمقدمة عن اللغة، طريقة تنصيبها، مرورا بهياكل البيانات، الدوال وغيرها، انتهاء بإنشاء مشروع صغير. هذا المستوى لوحده عبارة عن دورة كاملة 50 فيديو. المستوى الثاني تطبيقات عملية باستخدام بايثون، سيتعمق أكثر في هياكل البيانات، التعامل مع الملفات وقواعد البيانات، أساسيات التنقيب عن البيانات وغير هذا. أكثر جزئية ممتعة في هذا المستوى كيفية تجريف البيانات من الويب، وكيفية استخدام التعابير القياسية Regex. 83 فيديو كلها تطبيق عملي. المستوى الثالث أساسيات إطار العمل Django، هنا أساسيات تطوير الويب بلغة بايثون، ويتناول أشهر إطار عمل في هذا المجال إطار Django. المستوى يبدأ من الأساسيات إلى نشر مشروع على الويب. المستوى الرابع تطوير متجر إلكتروني باستخدام Django، يبدأ معك من تهيئة المشروع مرورا بإضافة الصفحات ووسائل الدفع للموقع، وينتهي بشرح كيفية نشر المتجر على شبكة الإنترنت. المستوى الخامس تطوير واجهة برمجية لتعديل الصور باستخدام Flask، يتناول أساسيات إطار العمل Flask، حيث سيساعدك المدرب على بناء تطبيق متقدم. وحين أقول لك تطبيقا متقدما فهو كذلك، لأنك ستتعرف من خلاله على الواجهات البرمجية API وأمازون S3. تحتوي على مشاريع تطبيقية؟ نعم. كم تستغرق لإتمامها؟ لا يوجد جدول محدد، يمكن للطالب الحضور في أي وقت شاء، وإتمام الدورة بقدر ما يحتاجه من الوقت ثم طلب الشهادة. ماذا عن الشهادة؟ ليست شهادة إتمام أو حضور، ولا يمكن الحصول عليها بالانضمام للدورة فقط، بل يجب على الطالب إجراء مقابلة مباشرة مع المدرب أولا للتأكد من هويته، بعد ذلك سيطلب منه تنفيذ مشاريع تطبيقية على سبيل الاختبار للتأكد من إكماله للدورة واستيعاب كل دروسها، بل وقدرته على تطبيق كل ما جاء فيها تحت الإشراف المباشر للمدرب. بعد استيفاء المطلوب منه يحصل المشارك على شهادة معتمدة من أكاديمية حاسوب، الجهة التي تقدمها. بخلاف الكثير من الشهادات المتوفرة حاليا، هذه الشهادة تقدمها شركة عربية معروفة في المجال، حيث يبلغ عدد مستخدمي منصاتها أكثر من 3 ملايين مستخدم. هل هذه الدورة تمكنني من إيجاد عمل حقا؟ بجانب أنها تؤهلك لاكتساب مهارات مطلوبة في العالم الحقيقي، أكاديمية حاسوب تضمن لك استرداد استثمارك إن لم تحصل على وظيفة أو عمل حر خلال 6 أشهر من موعد اجتياز الامتحان. وهذا الأمر ليس غريبا، لأن عدد الوظائف والأعمال التي تم تنفيذها على منصاتهم يتجاوز 1.5 مليون عمل. السعر مرتفع؟ نعم ولا في نفس الوقت، لأنك حقيقة لا تدفع مقابل المحتوى فقط، بل تدفع مقابل وجود مدربين حقيقيين وخبراء معتمدين رهن إشارتك للمساعدة في أي وقت أثناء وبعد نهاية الدورة، ومقابل ضمان حصولك على عمل، ومقابل الشهادة، ومقابل إتاحة الولوج للدورة وتحديثاتها مدى الحياة. Fair enough. المفاجأة الجميلة هي أن أكاديمية حاسوب قررت أن تمنح لمتابعيها كوبونا قيمته 100 دولار لأول 10 أشخاص يقومون بالتسجيل في الأكاديمية، الرابط في الوصف.
ما الذي أعجبني في الدورة؟ المحتوى بلغة عربية فصحى وبسيطة، التقسيم متعوب عليه ويحترم معايير المادة الأكاديمية. الدورة رغم أنها دسمة وتتجاوز 40 ساعة و230 مقطعا، إلا أنها ممتعة ومتنوعة، لن تشعر بالملل أثناء متابعتها. باشتراكك في أي دورة ستحصل على وصول للمسار الأول في جميع دورات أكاديمية حزوب الأخرى. ما الذي لم يعجبني؟ كنت أتمنى لو كان الصوت والإخراج البصري للفيديوهات أفضل، بحيث يسمح لضعاف البصر ومستخدمي الجوال والشاشات الصغيرة برؤية الأكواد بخط مقرب وكبير. عدم وجود ترجمات في المقاطع لتسهيل المادة على متحدي إعاقة السمع وعلى صغار السن. طبعا يمكننا تقديم المساعدة بذلك ونحن رهن الإشارة دائما. كنت أتمنى لو كانت هناك امتحانات وتمارين أخرى في كل قسم للسماح للطالب باختبار مستواه قبل الانتقال للجزء الذي يليه. باستثناء هذه الملاحظات البسيطة التي يمكن تعديلها بسهولة، وجدت الدورة أفضل مما توقعت بكثير، وأتمنى من أكاديمية حسوب أن تأخذ هذه الملاحظات بجدية. أخيرا، بالنسبة لي الدورة كانت تستحق المبلغ. لو كنت طالبا جامعيا أو أبا لطالب سأختارها على الدروس الخصوصية، ولو كنت متخرجا حديثا أو أسعى لبداية مساري كفريلانسر سأعتبرها استثمارا جيدا. أما إذا كنت تعتبر البرمجة مجرد فضول وليس عندك أي نية للتخصص أو العمل في المجال فلا أنصحك بهذه الدورة. عموما أنصحك بإلقاء نظرة على الدورة والاطلاع على تفاصيلها من الموقع الرسمي، سأترك لك الرابط بالوصف. أصدقائي، إذا كانت هناك دورة عربية أخرى تريدون أن نقوم بمراجعتها لكم أخبرونا عبر التعليقات وسنقوم بالحصول عليها وتقييمها من أجلكم. وشكرا جزيلا على المتابعة، وشكرا أيضا لأكاديمية حسوب على الرد على كل أسئلتنا بصدر الرحب. ألقاكم في لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.